دراسه القانون الاحوال الشخصيه وبالاحرى الستاتيو تبع الطوائف كيف بيتجوزوا والى اخره بسوريا. حصل خطا انه انت بسوريا في وضع خاص ماخوذ نوعا ما من الشرع الاسلامي بس له للتطورات التاريخيه بيروح عند الروم الارثوذكس والروم الكاثوليك الى اخره بيقبل كثير. ما في قانون احوال شخصيه لكل طائفه. صحيح. طلع مرسوم جمهوري مع قانون احوال شخصيه بس للروم الارثوذكس لسبب ما حدا بيعرف. راحوا بدهم يفتحوا قصه احوال شخصيه لغير طوائف، وقام طلع المشروع انه لا نعمل قانون احوال شخصيه للكل حديث في سوريا. مهم طلع قانون احوال شخصيه رجعي سلفي، هذا في عهد رئيس بشار الاسد، اسقطوا الناس، اسقطوا حركه، هي حركه صارت قبل سنتين، اسقطوه عبر الفيسبوك والانترنت الناس وحتى المتحجبات. اخي ما بصير يقولوا علي انا موطوءه بقانون سوري، شو موطوءه؟ هذه من زمن، هذا من زمن غابر. لا يخلط الواحد بين تحجبت لانه بالغرب صايرين خايفين من الاسلام وراحوا يمينا، وبين انه هالشخص حتى لو متحجب بدافع عن تمييزه، بدافع عن حريته، بدافع عن المراه. هلا واقع سياسي، هلا انا بعرف طرحك، يعني انت بعرف عقليتك وانت عايش، وانت عايش عم بحكي على المجتمع، عايش بالغرب وانت عندك طروحاتك من زمان حول العصر اللي انت عايش بالشام. ولكن خليني بلش بهاي. لا انت اهم، انت انا شايف انت اهم اهم اهم, أهم تجربه بفرنسا من المفهوم الكونسبت ولا الاخر ما بهم. خليني اقول لك ما يلي. في موضوع اسمه الاخوان المسلمين يلي هني بتركيبتهم، هني تركيبه سنيه صحيح، دينيه طائفيه بتعلم صحيح. هيدي هؤلاء لا شك عم بيشكلوا سواء بدرعة أو خارج درعة، عم بيشكلوا قوة. إخوان مسلمين بدرعة؟ عم بيشكلوا، ما في إخوان مسلمين بدرعة؟ طيب عم بيشكلوا هالأقلية الدافعة، هيدا اللي بيسموها عند الشيوعية كانوا بيسموها الأقلية الفاعلة، لمينوريتي أجيسانت. نعم. هالأقلية هاي الفاعلة تشكل، هي عم تستعمل الفقر يلي حكيت عنه، الفقر والبطالة وكل هالمسائل. بس مش بس من أجل المسلمين شو بس المظاهرات المسلمين. المظاهرات بالتأكيد مش كلهم إخوان مسلمين، بس مش كلهم، ما في إخوان مسلمين. كيف طلع كم حالة سلفي أول شيء؟ مو إخوان مسلمين، إخوان مسلمين. مصر شو عم حركة انتهت بظروف، انتهت. كيف انتهت؟ بسنين الثمانينات هون كوجود في سوريا، وإذا في وجود في سوريا ضعيف. لا لا لا، في حركات سلفية. أنا بدي في بعض الأماكن، أنا بدي أعطيك مسألة أسوأ في بعض المناطق، أنا بدي أعطيك مسألة بالجوامع جزئية جدا بالجوامع. بس خلينا مؤتمر الإخوان المسلمين بتركيا بالجوامع ما حدا بيعرف عنه. نعم. ماذا يمثلوا بالنسبة لدرعة، بالنسبة للشارع السوري في العالم؟ لكن ليش تم تبنيهم موجودين؟ لا أريد إقصاؤهم، يوجد مكون في سوريا. طيب بندل المعارضين اشرح لي بس، برجع بقول خلينا نشوف ريبورتاج المعارضين مثل ما نحن شايفينه رنا خوان. خلينا نشوف هذا الريبورتاج وبنسمعه سوا. قالوا عنا مندسين، قالوا عنا مخربين، قالوا عنا مسلحين، قالوا عنا سلفيين، قالوا عنا بسوريا هي نكتة بالنسبة للبعض، ولكن بالنسبة لآخرين فعل جدة نضلوا من أجله. مين هن هالمعارضين؟ أهم المعارضين لحزب البعث الحاكم بسوريا هن الإخوان المسلمون، اللي بالرغم من اعتبار نفسهم جماعة دعوية ومش حزب سياسي، كانوا وبعضهم أهم المعارضين للنظام، وخاضوا ضده مواجهة عنيفة خلال الثمانينات اتخذت الطابع العسكري والأمني. من هداك الوقت صارت عقوبة الانتماء للإخوان تتراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام. وبالرغم من هالأمر بعض التواصل قائم بين الإخوان بالمنفى والمؤيدين لأفكارهم بالداخل السوري، وهن من دون شك بيلعبوا وإن بطريقة غير مباشرة دور بالأحداث اللي عم تشهدها سوريا. إلى جانب الإخوان
في معارضة بلشت من وقت تولي حزب البعث السلطة، وهي بتضم قوى وشخصيات ناصرية وبعثية وشيوعية واشتراكية وقومية. ومشكلتهم الرئيسية مع السلطة كانت بالمادة الثامنة من الدستور يلي بتنصب حزب البعث قائد للدولة والمجتمع، وبالرغم من حضورهم الخجول بيلعب دور بالأحداث اللي عم تشهدها سوريا، والدليل على تأثيرهم هو لجوء السلطات الأمنية لاعتقال غالبية مسؤوليهم، وبينتمي معظمهم للتجمع الوطني الديمقراطي اللي بيضم 12 حزب مناصفة بين السوريين العرب والسوريين الأكرد. من المعارضين أيضا القوى والشخصيات اللي اجتمعوا عام 2006 بإعلان دمشق للمطالبة بالتغيير الوطني الديمقراطي، وبرغم تنوعهم فكريا وإيديولوجيا تلاقوا على عنوان مشترك هو الانتقال بالبلد من الاستبداد للحرية والديمقراطية. في أيضا التحالف الديمقراطي الكردي اللي بيضم عدة أحزاب كردية مؤثرة عرفت بمعارضتها تاريخيا للنظام السوري، مع العلم أنه غالبية الأكراد بيلتزموا حتى هلأ بمهادنة النظام السوري نتيجة اتفاق تم أخيرا بين السلطة السورية والفعاليات الكردية. حصل الأكراد بموجبه على حقوق عم بيطالبوا فيها من أكثر من 40 سنة، كمان حشرات الألاف منهم الجنسية السورية. وسط المعارضين في سلفيون تكثف حضورهم بالسنوات القليلة الماضية ببعض المحافظات، وما في بينهم أسماء معروفة بعد تماما، كما في لائحة طويلة من الشخصيات العلمانية اللي بيتم وصفهم بالمثقفين واللي قضوا معظم عمرهم بالسجون السورية. لكن الأبرز بأوساط المعارضين السوريين هن الشباب غير الحزبيين اللي عم يصنعوا كل يوم جمعة موجة عم بحاولوا كتار أنه يتسلقوها. منصف استاذ سمير. لا لا، بس انا ملاحظتي على هذا التقرير مثل ملاحظتي على التقرير الاولاني، انه كل الاول مغالطات والاخير هو الشيء الصحيح. اذا كان لازم نقعد معك نعد التقارير. لا لا لا، هلا الكلمه الاخيره، اذا امنت بالشيء اللي حكيته قبل انه تسونامي شبابي، هذا تسونامي شبابي ما لحق يتسيس لا اسلاميا ولا بعثيا ولا شيوعيا، هو عنده مراكمه تتعلق بمليون قصة. هالقصص جاي من الفضائيات العربية وتنوعها وتعددها، كلها سقطت في الأحداث الأخيرة، ولكن تنوعها هو اللي خلق الوعي. من إنتاج الأدبي، من الإنتاج الفني، من الإنتاج الفني السوري بالدراما، كان وسيلة تعبير. هذا خلق وعي عن هذا الشباب، عند هذا الشباب لا يمثله أحد اليوم. القيادات تبع كل الأحزاب اللي تحدث عنها بما فيها الأخوان المسلمين هي قيادات هرمة أكبر مني حتى. أنا بعتبر بالنسبة لهالشباب، لا 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 عليك. جد أنا بال 55 كل هذه القيادات فوق ال 75 هرمة، لا يعني تواصلها وتمثيلها بما فيها الأخوان بما فيها لغيرهم، تواصلها مع هذه الحركة الشبابية أو تمثيلها للحركة الشبابية ما كل هالقد. في لعبة سياسية صارت بتركيا وجابوا إخوانجية إلى آخره، لا طريقة بأي هدف. ليش حماس؟ لا بس عم بحكي، لا بس عند المهم لا بدي أوصل على قضية المعارضة بمصر عم بيصير جيت لما بدك تشوف هالوجهة النظر. حزب الإخوان المسلمين في مصر أثناء الحركة الأساسية ليش ما سقط؟ لأنه قيادته كانت ضد التحرك، عم نحكي والقاعدة راحت مع الشباب تبع 25. أنت عم تقول شباب هاو غير مسيطر. خلينا نعطي الصورة، ولسبب عم بيصب يلي انا برايي عم بقول شو هو ما غير مسيس. قلت لا يمثله اي ما في عندهم حكا. تمثيل تنظيم تنظيمات، اذا مش تنظيمات قويه قائمه، وبالتالي ما بتقدر تفرز بدائل حقيقيه. انا برايي هذه لحظه الاخوان المسلمين، والدليل انت عم تقول تركيا مش صدفي، يعني موجودين بتركيا في اجنده عمالك عم تشتغل تركيا لموضوع الاجنده الاسلام البدية تركيا بالمنطقة. كملني معك الحماس بلش اتصالات قبل مع المصريين هن الأتراك. الأتراك عندهم إخوان مسلمين عم بيحكمين فلسطينية، على الأقل نص الفلسطينية هن حماس يعني إخوان مسلمين. طيب بمصر الإخوان المسلمين كانوا موجودين بالساحة، كانوا موجودين، وأنا برأيي بكرة الانتخابات آتي علاقة بالشيء اللي صار بمصر كانوا موجودين لم يتحرك أبدا، ما تحركوا غير بآخر 3 دقائق لماء الوجه ولا عملوا شيء. وبانتخابات الجامعة بعد الثورة في مصر خسروا انتخابات جامعات في القاهرة وفي اسكندرية اللي قوتهم وجودهم من سنين كانت أكبر. هلأ أنا لا لسه ضد الأخوان المسلمين، أستاذ سمير عم ينزه هذه الثورة الشبابية في العالم العربي عن هذا الجو اللي عم تعطوه، جو انه اسلامي
في عم بيحكي عن قوة هذه المطالب، عن خطورة الوضعية الاجتماعية الاقتصادية، عن غياب الإصلاحات، عن غياب الحرية، هي التي دفعت هؤلاء.